هلا اصدقائي، شلونكم؟ اليوم راح اسوي لكم بيتزا طريقه جدا حلوه وبسيطه، خليكم وياي. اول شيء نحتاج الى خمره، رشه خفيفه، ملح، هذا الرشه، شويه زيت، والمي. نجي نشغل الماكينه عليها. ما شفناها هي صارت، معناته يحتاج بعد مي. ونرجع مرة ثانية. وهسا اصدقائي كملنا العجينة مالتنا، نتركها تختمر، راح نغطيها. تعالوا نسوي الصلصة مالتها. هسه طبعا راح نغطيها اول شيء بالنادوة، هسه نشيل شغلتنا ننظفها على مود يكون دائما نظيف. اول باول ننظف. هسه نحتاج الى بصلاية، طبعا اخذت نص بصلاية، والنص الثاني تجيبون هذا الكيس وتخلوه هيجي وتحطوها وين؟ بالثلاجة. هاي نفرمها بهذا الشكل، هاي شكل من الاشكال، لان بعدين راح تنضرب خلاط. وشلون؟ والثوم هاي ايضا نفس الشيء، هذا شيله منه. يلا وهسه تعالوا على الزيت. وهذا نجيب هنا الزيت، نحط شويه ونجيب البصل والثوم سويه نحمسهم. والله خلي شوي يحمي ينحمس وارجع لكم. اصدقائي بعد ما تقلى صار عندي بهذا الشكل، ايش راح اسوي؟ اجيب هنا معجون طماطه نخلي فوقه شوي هيك، وهسه نقلي شويه، نعلي النار عليه لان نصيتها، نخلي شويه ياخذ هيك هاي النكهه مال اللكعه وارجع لكم. وهسه بعد ما قلى شويه عندنا اجيب مي، احط شويه فوقه، ما احط مي هوايه، هيجي مستوى خفيف، انا بدي صوص تخين يصير عندي. اوكي؟ ما اخليه هوايه. شوف شلون؟ زين، وهسه شو نجيب؟ نجيب هنا شويه كاتشب احط على مود تعطي شويه حلاوه. ما احط هواي، قليل. بالاضافه للبيتزا، بهارات بيتزا اللي هو الاوريجانو والزعتر. شوي نحط رشه. وهنا عندي جوز الطيب، جوز بوه. وبالإضافة إلى ملح، شوي نحط ملح، شوي نص النار، صار الشار ماله والي. وشوي عندي فلفل أسود أصدقائي، هذا جدا سهلة وما تاخذ معدكم وقت نهائيا. لا بس نخليها شوي تهدر، نخليها على الستة. يلا شوي تمسح هاي السوالف هنا، وشوي ايضا بعد تنطبخ وارجع. ايضا بعد ما خلصنا نشيل ننظف من هنا، دائما ورا كل شغله ننظف. هسه شو نسوي؟ لما تطبخ راح نحضر الخضار احنا مال هاي حتى تكمل، فدائما هيك تسوي على مود يخلي مطبخكم نظيف ومرتب. تعالوا ارويكم العده مالتي مال البهارات. افتح هذا، افتح هذا، هاي كلها البهارات مالتي، كلها مرقمها منظمها على مود شنو، ما احر لما ادور على شغله. فانتوا هيك تسوي ايضا لخمسات مالاتي ذني. يلا بس اصدقائي بعد ما صارت نجيب هنا الخلاط ونضرب حتى ننعمها. بس اصدقائي جهزنا كل شيء، الصوصج، المرتديلا، هنا انا عندي الفلفل، طماطه، هنا عندي فطور، هنا عندي هاي الجبن، وهذا الصوص مالتنا، والعجينه اختمرت. يلا تعالوا خلينا نشتغل بيها. هنا اصدقائي حطيت شويه زيت على مود شنو؟ ما تضوجني لما اعجن، لما اشنقها يعني. هنا ايضا زيت. هاي دائما انا اعجن بالزيت على مود يصير طحين وهو يصير. شوفوا لما احط له زيت. وهاي العجينه عندي راح اشنقها. اها. حتى اعرف كم بيزه تطلع عندي. حجام من وسطه اسويها. من يوسف يريد بيتزا. هذه من الناقصين. هذا وهسه حاليا نجيب الشنقه مالته. نفتحها من هنا. شوفوا نفتحها على مود شنو؟ تبقى عندنا هاي الحافه.
هاي الحافة هاي موت النفخ عندنا وتصير عندنا رهيبة. هيك على كيفكم افتحوها. بس اجيب احطها هنا على هذا مال بيتزا عندي الموجود ولا فرش هيك على كيفنا. يلا هاي شوي نلزقها من هنا عادي فتحه صغيرونه عالجناها. يلا هسه تعالوا نحط الصوص. الصوص اللي هو الصلصه قصدي عليه. طبعا الصوص طعمه كلش طيب قد ما تتصورون. وهسه مثلا نجيب شنو اللي نريد عندنا مثلا بيتزا بشنو؟ حط الجبن. اكو ناس يحطون المكونات جوا وبعدين الجبن اللي فوق فكله نفس الشيء. يلا هسه حطيت هنا الجبن. طبعا الجبن هذا موزاريلا. وهسه مثلا نحط هنا هاي البيتزا راح نسويها هيجي ونحط وياها شويه فلفل الوان ونحط شويه طماطه. هاي طماطه طبعا قشرتها يعني بس القشر ما اخذ من عندها اللب ما اخذته. شويه فطر او لا يجوز ما يحبون فطر فما راح احط بيها فطر. يلا هسه هيجي تعال ندخلها بالفرن. الفرن مشتغل على 200 الفوق والجوا. حطها هنا ما يطول ويانا يعني 20 دقيقة تستوي. بس الدقايق بالنسبة للعائلة الكبيرة حتى ما ينتظرون هواية تجيبونها ورق زبدة تحطون. تعالوا خلينا نقوم بالخطوة الثانية. نجيب هنا العجين مالتنا خلي كله سوية. حط زيت شوية عمودة تلزق ويانا المفتاحة. بعد واحدة وياها. يلا بعد واحدة. سويها كبيرة على مود شنو تكتب صينية الفرن. بس نجيب صينية الفرن نقعدها. افرشها افتحها وارجع لكم. هاي البيتزا الثانية نجيب نحط الصوص مالتنا. بس اصدقائي راح نحط شوية جبن جوا واحط فوقها همين على مود شنو يطلع عندي مضبوطة الشكل والكل شيء. نجيب هنا مثلا هاي هسه مرتديلا نحط هنا اثنين عندي راح اقسمها. عندي هنا فلفل اللي يريد بالخضار مثلا بهذا الشكل. نعم راح اكمل. حلو خلنا نحط فطور ايضا همين فطور. وهسه حطيت كل المواد لان هاي يوسف يحبها مارغريتا ما يحب بدون اي شيء. فهسه سالته قال لي لا بابا اريد مارغريتا. يلا هاي البيتزا عفوا الجبن مره ثانيه نحط فوقها. صار جبن طبقتين عندنا الا فتشي. وهسه اصدقائي تعالوا نخلي هنا هاي الجو الثانيه لما تستوي هاي فوق على مود الامور تصير تمام. البيتزا صارت يبا شوفوا شلونها. بس شو نسوي؟ نحول هاي نحطها لي فوق. بعد ما كامله يلا هاي عندنا مارغريتا مال يوسف نخليها هم جوا وبعدين نحولها لي فوق. يلا
وهاي الثانية عيني شلونها الا مو طبيعية. يلا تعال خلينا نقطعها وارجع. يابا وهاي عيني كملين. يلا تعالوا خلينا نقول بسم الله. شوفوا شلونها رهيبة. والله هاي الشهي شهي مو؟ هاي كلش الشهي. يلا ناكل بسم الله. هالشو طيبة. اطيب ما سوق تشتروه بألف مرة. يلا خلي نمشي بالقناة، خلي اشترك وفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. كان باليوتيوب والانستغرام اي مكان عندي. مع السلامة. القلب مالي حبتها البيتزا، حبتها البيتزا القلب مالاني يما قلبي. يلا كليها للو. ايه 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 عافية. يلا يما عوافي 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 القلب مالاني عوافي. طيبة يما قلب مالي بالقلب بعد يما. فدوة 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 عوافي عوافي عوافي. طيبة يما قلب فدوة الايه مالت الايه الحلوة. ها بعد يما يما القلب مالاني. طيبة يما قلب مالي.